تعال نبسط الكسر ده. خلاص يا استاذ مش انت عايز تبسط؟ يبقى ده معناته ان انا لازم ايه؟ اقسم بسط ومقام. بس انا لسه بقى ما عرفتش اقسم على كام. في ناس لمحتها. لا لمحتها دكتوره رقيه على الخمسه. هي لمحت الاسم على الخمسه ليه؟ لان هي لاحظت ان البسط اوله خمسه. يعني ايه بقى الاسم على ايه؟ خمسه. والمقام اوله خمسه. يعني البسط والمقام لو جولك اوله ايه؟ صفر او خمسه، يبقى على طول البسط والمقام يبقى الاسم على كام؟ خمسه. على الخمسه وتحت دماغك؟ يبقى في ناس لمحتها كده يقوم يقسم على ايه؟ خمسه. طب في واحد لسه نايم ما لمحهاش، نقول له فينك نايم؟ لا. ها دكتور يوسف؟ ولا يصحى؟ يصحى ويعمل ايه بقى؟ يجرب. طالما هو مش عارف، مش عارف العامل المشترك بين البسط والمقام. في ناس لمحت العامل المشترك ما بين البسط والمقام الخمسه، قامت قاسمه على ايه؟ خمسه، صح؟ في ناس لسه ما عرفتش، يعمل ايه؟ يتنه نايم؟ لا. يحط ايده على خده؟ لا. لا، امال يعمل ايه؟ يجرب يقسم على ايه؟ على الاعداد الاولاني. اول عدد يجرب يقسم عليه مين؟ الاثنين. اول عدد يجرب يقسم عليه مين؟ الاثنين. اول عدد يجرب يقسم عليه مين؟ الاثنين. يقسم على الاثنين. 25 دي تبقى القسم على الاثنين؟ لا. ايه اللي عرفني؟ قاعده خدتها في الترم الاولاني. العدد اللي يقبل القسم على الاثنين ما انساهاش. احاده صفر او اثنين او اربعه او سته او ثمانيه. ده احاده خمسه، يبقى القسم على الاثنين؟ لا. يبقى خلاص طالما البص ما قبلش القسم على الاثنين ما تبصش للمقام. ما تبصش للمقام بقى. حتى لو المقام بيبقى لسه مش هينفع اقسم، لان البص ما ايه؟ ما نفعش. اشوف العدد اللي بعد ده الثلاثه. 25 يبقى القسم على الثلاثه؟ لا. عنده قاعده اللي قابليه القسم على الثلاثه؟ مجموع ارقامه يبقى الاسم على ايه؟ ثلاثة ولا لا؟ اشوف مجموع ارقام 5 و2 7. السبعة تبقى الاسم على الثلاثة؟ لا. يبقى ال 25 ما يبقاش الاسم على الثلاثة. نشوف مين بقى اللي بعد الثلاثة؟ طب يا استاذ انت ما جربتش الأربعة. عشان بس خلي بالك انت ماشي بالترتيب. أهم حاجة اللي مش هيقبل الاسم على الأعداد الأولية مش هيقبل الاسم على الأعداد الثانية. يعني هو دلوقتي ما قبلش الاسم على الاثنين والثلاثة، يبقى مش هيبقى الاسم على مين؟ على الأربعة. لأن ما قبلش الاسم على الأعداد الأولية اللي قبل الإيه؟ الأربعة. يبقى مش هيبقى الاسم على الأربعة. عشان الأربعة مضاعفة. مفهوم الكلام ده؟ لأن الأربعة فعلا من مضاعفات الإيه؟ الاثنين. ولا مضاعفات يا ابني. معايا؟ طيب الخمسة بقى. هنقسم على كام؟ خمسة. تقبل ولا ما تقبلش؟ تقبل. يبقى أروح أقسم على الخمسة. 25 على 5 فيها؟ 5. 5 5 5 5 فيها؟ 7. يا ترى ابسط الصوره ولا مش ابسط الصوره؟ ابسط. ايه اللي عرفه؟ محدش يسيب الكسر عشان هو مش عارف عامل ايه يقسم عليه. ما جايز انت مش عارف عامل مشترك لكن في عامل ايه؟ بس انت مش عارف. يبقى لازم أن توصل لعلامه من علامات ابسط ايه؟ صور. يبقى جايز في عامل مشترك وانت اللي مش واخد ايه؟ بال. عشان تقول ان الجسر ده في ابسط صوره يبقى لازم عندك سبب. اللي قال لي انها في ابسط صور، ايه السبب؟ يقول لي مفيش عامل مشترك، ايه اللي عرفك؟ عشان الاعداد اعداد اوليه. عشان الاعداد اعداد اوليه، الله. سقفوا المال. العددين الاوليين هتلاقي ما بينهم عامل مشترك؟ لا. هتلاقي العامل المشترك اللي ما بين العددين الاوليين اللي هو مين؟ الواحد. مش كنا في الترم الاولاني وقلنا لو عندك عددين اوليين وطلب العامل المشترك الاكبر ما فيش الا الواحد؟ اه. يبقى العامل المشترك الاكبر لعددين اوليين بيبقى الايه؟ واحد. طب وانا الاسم على الواحد هتبسط؟ لا. نفس الكلام. يبقى انا هنا ما فيش عامل مشترك غير مين؟ الواحد. الواحد. اروح اقسم على الواحد؟ لا. اقسم على الواحد هتديك برضه خمس ايه؟ اسباب. يبقى انا هي ابسط صوره ولا مش ابسط صوره؟ ابسط صوره. طب الدكتور مالك لمح قال لي عشان هم عددين اوليين يبقى ما فيش عامل مشترك ما بين واحد تاني ما لمحهاش. نقول له ايه؟ تسيبها وتمشي؟ لا. لا جرب الاسم. جرب الاسم لحد ما توصل لعدد اكبر من البسط او اكبر من ايه؟ من المقام. هجرب اقسم على مين؟ الاثنين. الخمسه تبقى الاسم على الاثنين؟ لا. لا اجرب اقسم على مين بعدها؟ لا. الثلاثه. بحط ورص الاعداد الاولانيه قدامي كده فوق الصف.
خمسة على الثلاثة تقبل؟ لا. لا. طب خمسة بعد خمسة؟ تقبل. تقبل اسمي. السبعة تقبل بقى الاسم على خمسة؟ لا. لا. أشوف بقى اللي بعدها مين؟ السبعة. السبعة أكبر من مين؟ يبقى وأنا عمال أجرب بالترتيب وصلت لعدد أكبر من بسط يبقى هم إيه؟ واحد. ويبقى ده أبسط إيه؟ سور. تعال شوف دي. 20 على 30. صفها ازاي دي بقى؟ دكتور عمر؟ اه انت قاعد. اه برافو عليك. هو لمح دي ايه؟ احدها صفر ودي احدها ايه؟ صفر. قال لي خلاص نقسم على الخمسه. لكن لو واحد مش عارف هيجرب القسم على الاعداد الايه؟ الاولاني. اول عدد الاول هيجرب عليه مين؟ يوم قاسم 20 على 2 و30 على ايه؟ على 2. هتقبل القسم على 2. يوم قاسم على 2. لكن واحد لمح ان القسم على الخمسه اسهل يقسم على الخمسه كده صح وكده؟ صح. صح. ها؟ واه في واحد لمح يا استاذ اللي احده صفر بيبقى القسم على ايه؟ على 10. يوم قاسم على 10 كده صح وكده صح. ايه؟ لا احنا مش شرط نقسم على العدد الاولاني. اه نقطه جميله جدا دكتور عمر قال. انا بقول لك لو انت مش عارف كفايه تجرب على الاعداد الايه؟ الاوليه. اوليه. لو انت مش عارف كفايه تجرب على الاعداد الاوليه. لكن لو انت عارف لازم انت تسمع العدد الاولي؟ لا. لا. يعني واحد هنا مقسم على 10. ماشي. صح ولا غلط؟ صح. مش البسط يبقى يسمع على 10؟ اه. والمقام يبقى يسمع على 10؟ اه. طب ال 10 مش عدد اولي عادي. عادي. احنا بنقول للي مش عارف جرب على الاعداد الاوليه كفايه. للي ايه؟ لكن هو في عامل مشترك تاني ومش اول. نقسم عليه ولا ما نقسمش؟ نقسم عليه. مفهوم؟ يبقى 20 على 5 فيها؟ 4. و30 على 5؟ 6. اقوم سايبها وماشي. السلام عليكم. لا لازم اطمن. الراجل قال لك باعت كسور الاتيه في ابسط. يبقى لازم اطمن كسر العدد ده ابسط صوره ولا لا؟ عشان هم مش عدد اولاني. اشوف. أربع أسداس ينفع إيه في عامل مشترك ما بينهم ولا ما فيش؟ في كام؟ اه الأربعة والستة يبقى له اسم على كام؟ على اتنين. لو أنا مش عارف أجرب الاسم على أعداد؟ لو أنا مش إيه؟ مش عارف. أنا خلاص عارف إن الأربعة والستة بيبقى له اسم على اتنين لأنهم أعداد زوجية. خلاص مفيش داعي أجرب. لكن مش عارف أجرب. مش عارف أجرب. وصلت؟ اه. يبقى لو انا مش عارف اجرب. لو انا عارف هقسم ايه؟ على طول. يبقى ده 4 و6 يبقى له اسم على كام؟ على 2. 4 على 2 فيها؟ 2. 2. 6 على 2 فيها؟ 3. ثلثان. عددين ايه؟ اوليين. اول وكمان ايه؟ متتاليين. يبقى لما يكون بص كام اعداد متتاليه يبقى ساعتها ايه؟ أبسط صور. في طالب ذكي أما إيه لو وصلت ال 20 و 30 يبقى له اسم على كام؟ على 10. على 10. هتطلع يوم قايل 20 على 30 قاسم على كام؟ على 10. على 10. هو هنا قاسم على العدد الأولي؟ لا. مش شرط أكون بقاسم على العدد الأولي. إحنا اتفقنا اللي بيقسم على العدد الأولي اللي هو مش عارف. فبيجرب الاسم على الأعداد الأولي. لكن ده عارف ان هو هيبقى الاسم على 10. ايه 20 على 10 فيها؟ الاثنين. 30 على 10 فيها؟ ثلاثة. الاثنين والثلاثة عدد ايه؟ متتالي. يبقى ده وسط ايه؟ صور. ها مفهوم الكلام ده؟ اه. في واحد بقى لاحظنا هنا يا جماعة ان هنا 20 على 30. هنا العدد فيه صفار وهنا فيه ايه؟ صفار. ممكن اطار صفر وصار صفر. بقت كام؟ تلتين. يعني لما يجي لي حاجة زي دي 300 على 400. هقعد اقسم ده كله؟ بطير كده صفر قصاد صفر. تطير صفر قصاد صفر يبقى انا قسمت على كام؟ على 10. ها؟ على 10. لكن لو طيرت صفرين يبقى انا قسمت على ايه؟ 100. يبقى لما طير صفرين من فوق مع صفرين من تحت ده معناته ان انا قسم على ايه؟ على 100. يبقى تطير الاصفار معناته قسم. لا مش هيطلع غلط. ما هو انا طيرت صفرين قصاد صفرين معناته ان انا قسمت فوق وتحت على 100. على 100 اهو. اقسم كده على 100 هيطلع لك نفس الناتج. 300 على 100 اديني ايه؟ 3. 400 على 100 4. 3 ارباع. لو انت بقى من الاول خالص كده اهو
قمت مطير ايه؟ صفر مع الصفر والصفر التاني مع الصفر التاني. يعني صفرين مع صفرين، فضل كام؟ 3 على 4. عددين متتاليين، ابسط ايه؟ صور. يبقى المسألة اللي فيها اصفار ريح نفسك بيها وطير اصفار قصاد ايه؟ اصفار. لو طيرت صفر قصاد صفر معناته ان انت قسمت على 10. تطير صفر واحد قصاد صفر واحد معناته ان انت قسمت ايه؟ 10. عشان ال 10 فيها صفر ايه؟ واحد. لو طيرت صفرين قصاد صفرين 100. معناته ان انت قسمت على كام؟ 100. لو طيرت 3 اصفار قصاد 3 اصفار معناته ان انت قسمت على كام؟ 100. على 100. مفهوم؟ طيب لو جالي مسألة زي دي هعمل فيها ايه؟ تضرب ورق؟ هقسمها على ايه؟ على 10. يعني معنى القسم على 10 يعني هطير ايه؟ صفر مع صفر. يتفضل كام؟ 15. واحد يقول لي هطير صفر مع صفرين، ينفع؟ لا. اتفضل فوق كام؟ 15. وتحت؟ 20. نفس الصورة؟ لا. استاذ انت سايبها وماشي ليه؟ ده الدكتوره فرح رايحه تقعد وخلاص طمنت ان هي حاله الايه؟ مسألة. لا شوف اللي طالع ده قصه الصوره ولا في عمل مشاهد ما بينهم لسه؟ لا يا استاذ في قسم على الكام؟ لحظه ان دي حاله 5 ودي حاله 0 يبقى دي تقسم على الكام؟ على 5. ما تسيبهاش ما تسيبهاش الا لما تديك علامه من علامات قصه الصوره دي. 15 على 5 فين؟ 3. و20 على 5 فين؟ 4. اسيبها وامشي؟ لازم هتطمن قص الصورة مش قص الصورة؟ ايه اللي عرفني؟ البسط والمقام اعداد متتالية، يبقى وصلت لعلامة من علامات ابسط ايه؟ صور. خلاص تسيب الكسر وهي مطمنة ان ده ابسط ايه؟ صور. في مشكلة في الكلام ده؟ لا. مين اللي هيحل لي دي بقى؟ دكتور عبد الرحمن العدوي؟ هقسم على التلاتة، برافو عليك. هو لاحظ ان ال 27 بتبقى الاسم على الثلاثة وال 30 بتبقى الاسم على ايه؟ الثلاثة. واحد مش عارف يجرب يقسم على عليه الايه؟ أول عدد هيقسم عليه الاثنين، ال 27 دي بتبقى الاسم على الاثنين؟ لا. ده حالة 7. خلاص يشوف الثلاثة. 27 دي بتبقى الاسم على الثلاثة؟ وال 30 بتبقى الاسم على الثلاثة؟ الاثنين في جدول الثلاثة، 27 في جدول الثلاثة وال 30 في جدول الايه؟ الثلاثة. 27 على الثلاثة فيها؟ 9. وال 30 على الثلاثة فيها؟ 10. استاذ انت سبتها ومشيت ليها يا دكتور؟ ممكن واحد تاني بقى استاذ؟ لحظة بس استاذ انت سبتها ومشيت ليه؟ وانت عرفت ان هي الصورة؟ استاذ ها؟ ايه اللي أكد لك ان هي الصورة؟ ان البسط ومقام اعداد متتالية. لازم انا يا جماعة اكون عندي علامة من علامات ابسط ايه؟ صورة. تبين لي ان دي وتأكد لي ان هي ابسط ايه؟ صورة. مش على طول اسيبها كده. في حاجات كانت بتحتاج اسمها مرتين اهو. صح ولا لا؟ قسمت ورجعت قسمت تاني عشان اللي طلع لي مش كان ايه ابسط ايه؟ صور. فذلك فوق هنا استاذ ممكن بقى واحد يقسم على الثلاثه وهنا تحت هنا ممكن يقسم على التسعه بس هو اللي تحت ينفع يقسم على التسعه؟ لا بس هو ممكن يكون الطيران. تعالى بقى نشوف دي 12 على 6 وايه؟ و30. ها دكتور خالد هشد شرط الكسر هنقسم على 6. جميل اهو الست على الاولي؟ لا. يبقى اقسم عليه ولا ما اقسمش؟ اقسم عادي مش هو عامل مشترك؟ مش ال 12 يقبل يقسم على 6 وال 36 يقبل يقسم على 6؟ يبقى الدكتور خالد لاحظها لاحظ ان ال 12 يقبل يقسم على الايه؟ على 6 وال 36 يقبل يقسم على 6 يبقى يقول له لازم تجرب على الاعداد الاوليه؟ لا. اللي بيجرب على الاعداد الاوليه ده اللي مش عارف فنقول له ما تقعدش حاطط ايدك على خد ما تقعدش نايم وساكت لما حد يقول لك لا اقعد جرب على الاعداد الايه؟ الاولين. اما انا عارف ال 12 عارف ان هي بتبقى الاسم على الست وال 36 بتبقى الاسم على ايه؟ ست. يبقى اسم على الست. لو انا مش عارف بقى هجرب الاسم على مين؟ على الاعداد الاوليه. من اول مين؟ الاثنين. اقسم على الاثنين من الاول. هلاقي دي تبقى الاسم ودي تبقى الاسم واقوم اقسم على ايه؟ على الاثنين. هنشتغل بقى مع اللي مش عارف. نشتغل زي اللي مش عارف خالص. هجرب اهو على الاثنين، دي تبقى الاسم على الاثنين ولا لا؟ حاجة اثنين ودي تبقى الاسم على الاثنين؟ حد هقسم على الاثنين بقى. لكن اللي هيقسم على الستة زي ما قال الدكتور خالد صح؟ وأسأله كمان على فكرة أسأله بالقسمة دي لكن احنا هنمشي واحدة واحدة 12 على الاثنين فيها؟ طب 36 على الاثنين بقى 18. في ناس جابتها على طول 18 لأن القسمة على الاثنين بيجيب لي النص
تجيب لي الايه؟ النص. فنص ال 36 اللي هي ال 18، انا بقى مش عارف. هو مقسم واحده واحده. من ناحيه الشمال 3 على الاثنين. القسمة من الشمال طالما ال 36 كبيرة قسمها رقم رقم من ناحية الايه؟ الشمال. 3 على 2 في عدد بقى اضربهم في 2 يديني 3 كلها؟ لا. هنقص واحد من 3 تبقى كام؟ 2. 2 على 2 فيها؟ 1. الواحد باقي لي كام؟ 1. عشان انت منقص واحد؟ اه. الواحد اللي باقي احطه على شمال اللي ايه؟ 6. 6 بقت كام؟ 16. 16 بقى على 2؟ 8. بقت 8. اللي طلع ده اقسمه على كام؟ تاني اجرب على مين؟ انا مش عارف اجرب على مين؟ اول عدد اولي مين؟ الاثنين. ستة على الاثنين؟ تلاتة. تقبل ولا ما تقبلش؟ تلاتة. 18 على الاثنين؟ تلاتة. تقبل ولا ما تقبلش؟ تلاتة. ده ستة على الاثنين فيها تلاتة؟ 18 على الاثنين فيها؟ تسعة. تسعة. دكتور خالد كمل. هو احنا لما بيطلع لي عدد اولي على طول اقول ان نقص السرعه؟ لا. احنا قلنا لما بيطلع لي عدد اولي ظهور عدد اولي نعمل ايه؟ نقسم عليه. يعني نجرب القسمه عليه لو قبلت الايه؟ اسم. انت طلع لك الثلاثه عدد ايه؟ اولي. يبقى اعمل ايه؟ اقسم على الثلاثه واشوف هتنفع ولا لا؟ الثلاثه تنفع نقسم على الثلاثه؟ اه. طب التسعه تنفع تسعه على الثلاثه؟ خلاص يبقى اقول يساوي واطلع ايه؟ كاس. ها؟ 3 على 3 فيها الواحد، 9 على 3 فيها الايه؟ 3. ظهر الواحد الايه؟ الصحيح. وظهور الواحد الصحيح في البصل يبقى ده معناته ابسط ايه؟ صور. ايه فهمنا الكلام ده؟ في مشكلة في الكلام ده؟ طيب.